فانكشن بتاعت الاورجانيزيشن بتاعت المؤسسه بتاعتك. البيزنس موديل، البيزنس موديل دي عباره عن استراتيجي، عباره عن خطه، عباره عن بلان بتحدد فيها اللي هو الكاستمرز، السورس اوف ريفينيوز، العوائد هتجي لك من اي نقطه من البروسيس بتاعت البرودكشن او السيرفيس بتاعتك، تمام؟ بتحقق فيها الفاينانس، تمام؟ والبيزنس موديل بيتغير. سي مثلا لو قلنا مثلا اكزامبل الفاينانس، انت ممكن الفاينانس بتاعك في الاول بيبقى من اون ماني، لكن باي تايم بتروح للبنك تاخد قرض، باي تايم بتروح للبورصه، فبالتالي البيزنس موديل متغير بمرور الوقت. التكنولوجي، التكنولوجي احنا بنستخدمها على طول. التكنولوجي، التكنولوجي هي عباره عن اللي هو الابلكيشن للساينس ان براكتيكال يوز، خاصه في الاندستري. يعني بناخد الساينس اللي احنا وصلنا له ونعمله نستخدمه في البراكتيكال يوز بتاعنا في حياتنا اليوميه، فده اسمه تكنولوجي. البرفورمانس، البرفورمانس هو عباره عن ان احنا سامبل او السامبلست ايكويشن بتاعتها، تمام؟ ان هو الاوتبوت على الانبوت، وكل ما قربت من واحد كل ما كان البرفورمانس بتاعك احسن، هو انت بتعتبر ان انت مور افيشنت، تمام؟ والبرفورمانس، تمام، هو عباره عن يوز اوف مينيمال ريسورسز، كل ما استخدمنا الريسورسز بطريقه افضل وبطريقه اقل وطلعنا نفس الاوتبوت ويمكن اكتر كل ما كان احسن.